السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع محمد قاسم. شركة أرامكو روان للحفر توفر وظائف لحملة الثانوية فما فوق بالمنطقة الشرقية. أعلنت شركة أرامكو روان للحفر عبر حساباتها الرسمية عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في الخبر والدمام، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. الوظيفة الأولى عامر رستابوت الخبر حاصل على شهادة ثانوية أو ما يعادلها، لا يشترط الخبرة السابقة، قادر على التحدث وفهم اللغة الإنجليزية المنطوقة، وهذا هو الموقع للدخول على هذه الوظيفة. متطلبات الوظيفة: المدرسة الثانوية، اللغات عربي وإنجليزي طبعا، وهنا متطلبات الوظيفة وواجبات الوظيفة، متطلبات العمل والمهارات المطلوبة. ثم لو أردت التقديم تضغط على قدم الآن. طبعا تكون لديك حساب على هذا الموقع حتى تستطيع التقديم. الوظيفة الثانية فني إلكتروني أول الدمام، حصل على شهادة الدبلوم في تخصص ذي صلة، خبرة 5 سنوات في مجال العمل، وهذا هو موقع الوظيفة. المسمى الوظيفي، متطلبات الوظيفة، المهارات وغيرها من المعلومات تستطيع التقديم من هنا. محلل دعم فني وظيفي لسلسلة الترويد الخبر، حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة، خبرة 3 سنوات، وهذه متطلبات الوظيفة والتقديم من خلال هذه الأيقونة. الوظيفة الأخيرة أخصائي كتالوج درجة البكالوريوس في إدارة سلسلة الترويد أو مجال ذي الصلة، خبرة 3 سنوات في مجال العمل، التقديم متاح من يوم الثلاثاء بتاريخ 27/12/1443 الموافق بالميلاد 26/7/2022، ويستمر التقديم حتى الاكتفاء بالأعداد المطلوبة. أتمنى التوفيق للجميع، شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.